كان السؤال دائما لما البلد الجار يعادي المملكة دوما، ليصبح السؤال لما قميص واحد كان كفيلا بتغيير معالم دولة وكشف حقيقتها للعالم الذي تيقن حق اليقين من خبث ومحاولة تسييس الجارة الشرقية لبطولة قارية. أصبح قميص نهضة بركان الفائز بنهائي قبل أوانه، وإنه لفوز عظيم. قالوا لا أهلا وسهلا بكم، فلن تدخلوها سالمين، فقلنا سلاما على من قدم من الجزائر، فكان مطار وجدة أنقاد شاهدا على استقبال حار وثقته عدسات الكاميرا في رسالة مفادها أن اليد الممدودة لن ترجع خائبة. كم من سياسي وإخوة له في الجزائر حاقدون وغاضبون، والغضب مخيف، فهو صدى القهر المكبوت لما استوطن الوجدان والعقيدة، عقيدة بومدين. فقالوا هذا ما ألفنا عليه حكامنا تجاه المغرب. فقضية الصحراء المغربية جرح غائر في الجسد الجزائري، ومحاولات التدليس السياسي ومثله الإعلامي والرياضي تكشف حجم المأساة والمعاناة التي تعيشها الجارة في قرارة نفسها لتنكشف الحقيقة أكثر من زيفها. لا أستطيع منافستك فأزيحك، أنت صاحب الصوت الأقوى فأكتمه. حيلة من بين الحيل التي انتهجها اتحاد الجزائر بحديثه عن مقاطعة مرتقبة بسبب خريطة مغربية مرصعة على أقمصة لاعبين من المغرب وملعب بالمغرب وبين جماهير مغربية، فأحرف الجر جرت دولة بأكملها إلى ما لا تحمد عقباها. هو إذن فصل آخر من بين فصول قصة دولة حرمت ناديا رياضيا بل شعبا من متابعة فريقهم ليخوض بطولة قارية بسبب فساد طغيان الأنظمة الحاكمة التي خسرت معركة رياضية على الورق وانكشفت نواياها الدفينة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.